فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم أن القطط من الطوافين علينا والطوافات وتدخل في البيوت، فهل يكون بولها طاهرا؟ نعم، القطط طاهرة لأنها من الطوافات. نعم، شوفوا يا أخوان، بول ما لا يؤكل لحمه نجس سواء القطط أو غيرها، إنما الريق، ريق الهرة، هذا طاهر، وما أكلت منه يعني سؤرها، ما أكلت منه أو شربت منه فهو طاهر، أما بولها فهو نجس يدخل في عموم الأبوال. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.